يقول لك في ديالة العشائر ادخلت لمنع استخدام فيسبوك في إشعال النزاعات العشائرية، حيث كشفت مديرية شؤون العشائر في محافظة ديالة عن انخفاض بنسبة 50% فيما أسمته بجرائم مواقع التواصل الاجتماعي، مع الإشارة إلى زيادة سقف العقوبات العشائرية بحق مثيري تلك الجرائم. وقال مدير شؤون العشائر في ديالة العميد علي محمود الربيعي أن جرائم مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا فيسبوك اللي من وراء بلاوي يا أبو بلاوي، خصوصا الفيسبوك وما يحدث من جرائم بنسبة معينة، وهذا الشيء مستحدث بالمشهد العام وفي ديالة وكذلك بقية المحافظات العراقية، حيث شكلت مصدر ضرر بالغ للمجتمع بسبب استخدامها لغرض الإساءة لأشخاص أو عوائل أو عشائر أو مناطق قد تتسبب في حدوث نزاعات تصل إلى مراحل خطيرة، مع الإضافة إلى أنه ديالة سجلت حوالي 15 نزاع عشائري بسبب سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية. أيضاً هاي النزاعات تم احتوائها من قبل هاي العشائر بارك الله بهم من خلال جلسات الفصول والتراضي لتفادي تداعياتها ووصولها إلى مراحل الاصطدام بين أطراف النزاع. دا تشوفون الفيسبوك إيش قاعد يسوي لمن لا يعرف كيف يستخدمها بشكل إيجابي، إلى يتواصل ويا الناس يعبر عن رأيه بما كفله له الدستور العراقي من حرية التعبير عن الرأي، يعني ضمن الأطر والقوانين اللي المفروض هو يعبر بها عن رأيه، وبما يخالف ذلك وبما لا يخالف المادة 38 من الدستور العراقي عبر عن رأيك حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية. فتخيلوا أنه إحنا سوء استخدام الانترنت والفيسبوك بطريقة وصلتنا إلى حدوث مشاكل عشائرية، وهذا الخبر دليل على هذا الموضوع. يعني تعليق، رأي، اتهام، ابتزاز، تشهير، يصل إلى مرحلة أنه ممكن يردون عليك العشيرة أو أفراد من تلك العشيرة يردون على هذا الشخص وهذا الشخص من عشيرة ثانية، وبعدين النزاع ينتقل من السوشيال ميديا والنزاع ينتقل إلكترونيا إلى أرض الواقع، يصير النزاع 3D، يتحول من النقال ماتك يصير بصفك وممكن تروح بها أرواح. وفعلا صارت هالشكل ذاك اليوم، مو طفلة خطية ماتت يمكن اسمها نرجس بسبب تعليق ما أعرف شنو على الفيسبوك، مو توفت البنية اجوا عليها الهدادة وأطلقوا الرصاص والنار وكتلوا البنية اللي لا ناقة لها ولا جمل بما يحدث، ما لها علاقة خطية، ما لها علاقة، صارت عركة بين هذا وبين ذاك بين أفراد العشيرة نفسهم اللي هم أساساً المفروض أقارب يعني، وراحت بها الطفلة المسكينة نرجس الله يرحمها. وهوايك ضحايا من هذا النوع ضمن خانة المشاكل التي تحدث على وسائل التواصل الاجتماعي وبضمنها الفيسبوك اللي هي نسبة كبيرة من المواطنين العراقيين يستخدموها أكثر من تويتر وإنستغرام وغيرها، الفيسبوك نمبر 1 بالنسبة للعراقيين. فهي مبادرة جيدة من عشائرنا في ديالة وبارك الله بهم إلى أنه يخفضون من حدة التوترات الناجمة عن سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ومن ثم تحويلها إلى نزاعات قد تحدث ما بين عشيرة وعشيرة أخرى، عائلة وعائلة أخرى، ما بين الأقارب نفسهم. فمبادرة جيدة وتستحق الدعم وبارك الله بهم وبجهودهم وعلى هذه المبادرة اللي قاموا بها.